حشيشي عايش أحلى عيشي كل الحمل اللي عكتفي أنا محس وريشي. بونسوار جورج، اهلا وسهلا فيك على موقع بيطار مجازين الفني. جورج انت عارض وممثل لبناني، شاركت بكذا عمل حاليا منهم ثوره الفلاحين. خبرنا بدايه هلا قبل ما نفوت بامورك الشخصيه امورك الفنيه، خلينا نعرف رايك بفيلم شارع الحشيشه. اول شيء بونسوار، ثاني شيء بدي اقول مبروك لوايز برودكشن ولرندا الاقديع. الفيلم كثير حلو، والحلو انه الكاتبه داليا عملتنا مفاجاه ونحن معودين عليها دائما بكل اعمالها انه في مفاجاه، والف مبروك لهالون. شرعوا الحشيشي زرعنا تلالك يا بلادي زرعنا حشيش. جورج بدنا نسالك اليوم بعد ثوره الفلاحين شو عنده جورج اعمال او والدعايه كمان كانت كثير مضمومه، خبرنا شوي بريف عن اعمالك اللي قطعت وشو جاي هلا قريبا. مزبوط، انا اخر مسلسل عملته كان مشاركه مع ايجل فيلمز بمسلسل ثوره الفلاحين، وعملت دعايه لام تي سي. عم نوع شوي اذا بدك من مسلسل دعايات، وهلا حاليا عم بقرا عمل ان شاء الله يا رب رح يكون سوري لبناني، وبتمنى انه اتوفق. يعني دائما بحاول انه اخذ قصص اقدر انا تقنعني، اذا بدك تقنع لي دماغي قبل ما اقدر اقنع الاشخاص اللي بدهم يحضروني. جورج انتاج مين ومين الشركه؟ يعني فيك تحكي هلا او بعد؟ لا هلا بعد ما في احكي، لانه بعد ما بتينا الامور جديه يعني، فان شاء الله خير. يعني بعدني هلا صرت عم بقرا بالحلقه السابعه، انطر تشوف النهايه. لا ان شاء الله نحن نتمنى لك الخير يا جورج. نحن نعرف كمان انه عندك صوت حلو، مزبوط؟ ما بتفكر كمان تضم هالموهبه لموهبتك بالتمثيل؟ بتعرف اسعد، كنت مفكر حالي قبل انه بدي اخوض بالغنى، بس لما كبرت شوي واكتشفت انه لا، عندي موهبه التمثيل، وبيقولوا انه شيء جربته احسن من شيء ما جربته، فانا فتت بالتمثيل والحمد لله انه العالم حبوني، وما بنعرف لبعدين بركي بنعمل شيء فيلم سينمائي فيه غنى، ليش لا؟ ابنك؟ هلا هيدا ابنك؟ ايه هيدا ابني، ما عنده غيري وانا ما عندي غيره، رايح معي صح؟ ايه لا يا عيني، هيدا بضلوا مع خالتي، وانتوا الاثنين بتجوا معنا، تبقى بعدين بتحكي بوسطه مع البنك، يلا.